إغلاق البنك المركزي لأكثر من 80 شركة صرافة هي خطوة تأتي في الطريق الصحيح لإعادة الاستقرار إلى السوق المصرفية، لكنها خطة تنقصها عملية التنفيذ الفعلي الحقيقي على أرض الواقع وإيجاد شبكة الربط المصرفية التي بإمكانه أن يراقب من خلالها حركة الأموال كل شركات الصرافة ويتحكم فيها ويعرف نسبة الواردات والصادرات من الأموال، بما يمكنه من إيجاد الحلول ورسم السياسات النقدية المعقولة التي بإمكانها أن تحافظ على استقرار سعر معقول لسعر صرف العملة. لكن تبقى هذه الحلول لحالها هي حلول مجرد حلول شكلية إعلامية حاليا، لأن البنك المركزي لوحده لا يستطيع أن يفرضها على أرض الواقع ولا يستطيع أن ينفذ أي من جملة الحلول التي والمعاليات التي يحاول أن يعلن عنها بين الحينة والأخرى. بعد قرار البنك المركزي بإغلاق 80 صرافة صراحة استبشرنا خير، وكانت يعني الصرف بدأ ينزل في الثلاثة الأيام الأولى، لكن بعد ذلك شاهدنا ارتفاع كبير بالارتفاع على سعر الدولار مقارنة بالصرف اليمني، ارتفع إلى 1500 إلى أكثر من ذلك، فلم نلقي أي تحسن بهذا القرار نهائيا نحن كمواطنين.